أنا من مواليد قرية المنوفة مركز الحمول محافظة كفر الشيخ. ولدت أعمى لا أرى نهائياً. وجدتي من أمي اكتشفت هذا الأمر مباشرة، يعني ممكن بعد الولادة بأسبوع، وأخبرت والدتي فجزاهم الله خيراً، والدي جزاه الله خيراً، ووالدتي بدأ إن هم يجروا ويسعوا إن هم يكشفوا عليا. بالطبع فعلاً كشفوا عليا، وربنا يعني وفقهم إنني أرى بعيني اليمنى هذه. عالجوها؟ آه نعم، ولكن ليست رؤية كاملة. الحمد لله ظللت بهذه العين لحد الصف الثاني الإعدادي أو السابع الفصل السابع. يعني ثاني متوسط تقريبا. نعم إن شاء الله. ترى يعني رؤية كاملة بالعين؟ رؤية كاملة، أحدد الألوان، أمشي، أكتب. الحمد لله بعد ذلك انتقلت عند جدي من أمي وجدتي من أمي. والغريب يا دكتور أن جدي من أمي رجل بسيط جدا، الذاكرة عنده ما فيش ذاكرة. فقد الذاكرة. زهايمر أو فقد الذاكرة؟ لا، كليا لا يذكر شيء. لا يذكر شيء، يعني افعل كذا يفعل. فكان من الحاجات اللي جدتي وجدي لهم الفضل عليها بعد الله سبحانه وتعالى، أنا والدي ووالدتي ودوني هناك ليه؟ عشان ألتحق بالمعهد الأزهري، بالأزهر. نعم. لأن الأزهر كان قريب من بيت جدتي. كم كان عمره في ذاك الوقت؟ في ذاك الوقت 5 سنوات أو 6 سنوات. المهم رحت هناك، فكان برضو جدتي مثل ما قلت لك أن جدي كان لا يعلم شيء، فكان لما الجو يمطر، وطبعا ظروفي ما بعرفش أمشي، بس كنت بشوف بسيط، فكان جدي يحملني على ظهره الى المعهد وينتظرني بالساعات اذا انت انتهي بالساعات الى ان انتهى من الدراسه ويعود بي للبيت. والحمد لله فضلت لحد مثلا الصف الاول الاعدادي او الثاني المتوسط ارى، ومن كثره الكتابه العين اليمنى لا ترى نهائيا. تدريجيا كف تدريجيا منع البصر، تحولت من اعمى الى كفيف. وش الفرق بينهم؟ الفرق ان الاعمى اللي هو لا يرى شيء، إيه؟ انا شفت بعدها فاصبحت ارى نسبه ما يعني، وبعد ذلك منع البصر، فهذا كفيف. سبحان الله. الكفيف من منع بصره بعد رؤيه، اما الاعمى الذي لا يرى نهائيا. والحمد لله وكملت الدراسه التعليميه الازهريه. الحمد لله. الله يتم عليك ان شاء الله. زمان الخير قد حان وقد صرنا به الان.